أكدت الدكتورة أروى السيد رئيسة قطاع شؤون حقوق الإنسان في وزارة الخارجية خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكدت أن الأسس التي أقيمت عليها خطة حقوق الإنسان في مملكة البحرين هي نتاج عمل محلي ارتكز على ما يريده المجتمع البحريني بشرائحه كافة، وذلك عبر ورش عمل عقدت على مدار عامين تضمنت 168 ورقة عمل خلصت إلى 300 توصية. الخطة الوطنية لحقوق الإنسان طبعا هي خطة مملكة البحرين، الجميع شركاء في إعدادها وفي تنفيذها، سواء كانوا من الجهات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني، الإعلاميين والمختصين وغيرهم. مشاريع الخطة 102 مشروع تشمل أغلب المواضيع المرتبطة بحقوق الإنسان، يعني هناك مشاريع تخص حرية الرأي والتعبير، مشاريع تخص دعم مؤسسات المجتمع المدني، إنفاذ القانون، الطفل، ذوي العزيمة، وهناك حتى مشاريع تخص البيئة والتنمية المستدامة وعلاقتها بحقوق الإنسان. لذلك الدعم مطلوب يعني لتنفيذ الخطة من جميع ذوي المصلحة للتعريف بهذه الخطة محليا ودوليا، لأنه سيكون لها أثر كبير طبعا في زيادة تعزيز الملف الحقوقي بمملكة البحرين.